تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير. فهذا اليوم الجميل، اليوم الممطر، يوم الأحد اللي يحبه كل أحد، أول يوم في الأسبوع، وما شاء الله كانت عطلة نهاية الأسبوع اللي طاف وبداية هذا الأسبوع عطلة جميلة وأيام جميلة ممطرة. الله يجعلها إن شاء الله أمطار خير علينا وعلى الجميع، يعني ننوه على الجميع أنهم يأخذون الحيطة والحذر. أدري لما ينزل المطر، الحمد لله الله أنعم علينا بالمطر هالسنة ما شاء الله أكثر من السنوات القبلية. هالمطر اللي الحين قاعد ينزل ذكرت عفوين كنا إحنا صغار، مو من زمان يعني، طبعا من 12 سنة بس، يعني كان ينزل المطر نفس هذا الغزير، يجينا شيء مثل الحماس ونبى نطلع في المطر ونطلع عيالنا في المطر. يا جماعة حاسبوا جدا جدا جدا، المطر قاعد يجي معاه لفحات هواء باردة جدا، والحين موسم التقلبات الحقيقية، المطر وعقب يجينا هو شمال بارد ويرد مرة ثانية ينزل مطر، فنحاسب ندفع عيالنا زين ما زين. الأفضل ما يطلعون في المطار مثل هذا أبدا أبدا أبدا، لا بمظلة ولا بلاي مظلة، خليهم قاعدين في بيوتهم، خصوصا أن بعد معظم المدارس سكرت أبوابها اليوم، وأنا الحمد لله يعني أن الحمد لله أنهم سكروا المدارس، لأن طبعا الطرقات غير آمنة، تجمعات المياه، طرقات زلقة وغير شيء، المدارس ممكن تكون فيها مياه متراكمة، الياهل ممكن يطلعون برع في المدرسة ويصابون بنوبة النزلات الرئوية، ممكن يصابون فيها أو كحة وزكام وغيره وحرارة، فنحاسب وايد على عيالنا في هذا في الفترة. وإن شاء الله نتمنى جميعاً نكون بصحة وسعادة وحنستمتع بالأمطار. طبعاً هذا برنامجكم، برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائماً وأبداً إذاعة نور دبي. اليوم معاي في الإخراج النمر وفي التنسيق ميرا المري، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملة. إن شاء الله نكون معاكم على مدى ساعة إذاعية، ندردش معاكم، ناخذ ملاحظاتكم، اقتراحاتكم، شكاويكم، عندكم شكر حابين توجهونه. وأرد أكد على الاقتراحات، عندك أي اقتراح صغيرا كان أم كبيرا تحس ممكن يحسن النظام الصحي، يحسن خدمة، يحسن عملية، يحسن خطوة من الخطوات التي تخطوها للحصول على الخدمات الصحية في دبي بشكل خاص أو في الإمارات بشكل عام، فهذه هي وجهتكم، فتواصلوا معنا على 600-551414 والرسائل النصية على 4006. قبل ما أخذ أسمى في فقرة السوشيال ميديا، بس أحب أذكرنا جميعا، أذكر نفسي وأذكركم معي إن في هطول الأمطار نستغل هذه الأمطار في الدعاء أولا لهذا الوطن، إن الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان ويحفظ شيوخنا ويديم النعم اللي احنا عايشين فيها، نعمة الأمن والأمان ونعمة الأكل ونعمة المياه الجارية ونعمة الخدمات الحكومية والنعم الكثيرة ما شاء الله لا تعد ولا تحصى. أول شيء نتذكر نحمد الله على هالأشياء لأن بالشكر تدوم النعم. ثاني شيء دائما استغلوا المطر في الدعاء لأنفسكم ولأحبابكم بالخير، لا نستغل المطر ونتحسب الله حسبي الله على فلان اللي ظلمتني، حسبي الله على مديري السوالي، خلوا كل هذا، ادعوا بالخير، خلوا المطر يجيب الإيجابية ونحن ننشر الذبذبات الإيجابية في العالم، يعني نطلع من عندنا ذبذبات إيجابية تلتقي مع ذبذبات إيجابية ثانية وتجي تحسون أن العالم بخير، أن الأشياء الجميلة قاعد تحدث، فنستغل المطر في الدعاء بالخير فقط، لا تتحسبين لا على يارتك ولا على مديرتك ولا على عمتك ولا على خالتك ولا على حد، ادعوا بالخير وادعوا لهم جميعا ان شاء الله يهديهم. الحين راح نروح للسوشيال ميديا مع اسماء الجناحي، تقول لنا شو جديد السوشيال ميديا وهل السوشيال ميديا غرقت من الامطار في خلال اجازه نهايه الاسبوع؟ صباحك ورد يا اسماء. صبحك الله بالنور والسرور دكتوره عليك على كل مستمعي اذاعه نور دبي. عندك مظله يا اسماء اهم شيء؟ انا من الناس اللي يحبون ينقزون تحت المطر وعقب يمرضون. نصيحة قلناها هذه أسماء أكبر دليل، تروح المطر بعدين تمرض. خبريني يا أسماء شو جديد السوشيال ميديا؟ حاليا الوصل من المتصدر ترند في مستوى على مستوى دولة الإمارات هو هاشتاج أمطار الإمارات، وهو متصدر أعلى الترند في الدولة،
وهذا بسبب الأوضاع الجوية. لكن احنا نتمنى حتى لو كان يعني مستعجل أو تبغى تلحق على الدوام، ترى ما في شيء بيكون أفضل من أنت تحافظ على صحتك، ما في شيء أهم من الصحة. فلا تسرعون ولا تتحمسون زيادة، لأن الأرض زلقة. هاي من ضمن الأشياء حتى اللي حطيناها، إن إحنا نتمنى من جميع أخذ حيطة والحذر أثناء القيادة نظرا للظروف الجوية السائدة. أيضا هاي فرصة، يعني إذا واحد مثلا حتى بوعكة صحية وكان محتاج إنه يأخذ استشارة طبية، لا تطلع من البيت، ممكن تسويها من خلال خدمة طبيب لكل مواطن. وأنت في البيت اتصل على الرقم المجاني، خذ استشارة طبية على الأقل لين ما إن شوي الشوارع تخف والجو شوي يهدأ. صحيح. تقدر تأخذ استشارتك وأنت قاعد في البيت، فما تحتاج حتى إن أنت في المركز الصحي تتأخذ راي دكتور أو تبغى تشاور دكتور بشيء. تقدر تسوي هذا كله وأنت قاعد في بيتك، سواء كنت في بيتك، دوامك، في أي مكان، دام أنت عندك خدمة وتقدر تتصل وتفتح تطبيق هيئة الصحة وتتواصل مباشرة بالصوت أو بالفيديو مع أطبائنا الموجودين. إذا كنت مشتاق إنك تطلع، حاول إنك ما تطلع، لكن تواصل معهم عن طريق الاتصال. ممتاز. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت موجودة في يعني خلال العطلة، إن قطاع الرعاية الصحية الأولية 5 فعالية التجمع السنوي، ما أعرف دكتورة كنتي موجودة وياها ولا لا. نعم. قطاع الرعاية الصحية الأولية وأشارها، وهم من الأشياء اللي يسوونها، يعني كل قطاع يسويها لتعزيز الترابط بين المسؤولين والموظفين وعائلاتهم، فيكون شوي يطلعون برا جو العمل، وهذا يزيد الترابط بين الموظفين كلهم ومسؤولينهم. صحيح. ونختمها بالرسالة الصباحية، وقبل ما نختمها نقول يا جماعة حافظوا على نفسكم، حافظوا على كبار السن، حافظوا على أطفالكم، لأن يعني هم اللي يعني المفروض نحن نهتم فيهم حاليا. ورسالتنا تقول 10 دقائق في بداية عملك، إذا وصل طبعا للمكتب، لتحديد مهامك اليومية في العمل. اكتب مهامك، رتب أولوياتك، ثم تميز في إنجازها. كل ما كان الأشياء أو مهامنا بتكون واضحة على مدار الأسبوع وكتبناها، كل ما كان إنجاز أكثر، على الأقل هي مخميش تحس إن نحن سوينا شيء. صحيح. وأتمناهم حياة سعيدة ويوم جميل وجو عجيب، وانتي بصحة وسعادة يا أسمى حبيبتي. شكرا لك، نهارك سعيد. من السوشيال ميديا ننتقل إلى فقرة التغذية. اليوم موضوعنا عن الكوليسترول الضار والجيد، والسؤال عن الكوليسترول سؤال متكرر سواء كان عندنا في العيادة أو على وسائل التواصل. فعندنا الأستاذة هنادي حسني راح تكلمنا عن ممكن الفرق بين الكوليسترول الضار والجيد، وكيف نرفع الجيد وننزل الكوليسترول الضار. صباحك ورد أستاذة هنادي. صباح النور، حياكي. الله يحييك. اليوم إن شاء الله اليوم موضوعنا حيكون عن الكوليسترول، مثل ما تفضل فيه حنطرق لتعريف الكوليسترول والفرق بين أنواع الكوليسترول والفرق بين الكوليسترول النافع والكوليسترول الضار. هلا الكوليسترول هو عبارة عن مركب دهني الجسم بحد ذاته بيقوم بتصنيعه، وهو ضروري للجسم حتى يعمل بشكل صحيح، فهو بيدخل في تكوين الهرمونات وفيتامين دال، وبيدعم كمان عملية الهضم. هلا 80% من الكوليسترول بيقوم الكبد بتصنيعه، 20% بنقوم بتحصيله من الأغذية. هلا في عنا نوعين من الكوليسترول، عنا الكوليسترول السيء وعنا الكوليسترول الجيد. هلا نيجي نتكلم عن الكوليسترول الضار أو السيء اللي هو الـ LDL. ارتفاعه مرتبط بأمراض القلب الشرايين والسكتة الدماغية. لازم المستوى ما يزيد عن 120 إلى 130، هي عند الأشخاص العاديين، لكن عند الأشخاص اللي عندهم عوامل خطورة مثل السمنة، عندهم يعني هيستوري في العائلة إنه عندهم أمراض قلب وشرايين، بنفضل نسبة ما تزيد عن 100 ميلي جرام لكل ديسيليتر. هلا إيش العوامل اللي بترفع الكوليسترول الضار في الجسم؟ أول شيء السمنة وزيادة الوزن. ثاني شيء اتباع نظام غذائي بيحتوي على كميات كبيرة من اللحوم الحمراء اللي نسبة الدهون فيها جدا مرتفعة، ومنتجات الألبان كمان كاملة الدسم والدهون المشبعة والأطعمة المصنعة بسبب احتوائها على اللي هو الدهون المتحولة والدهون المهدرجة. هلأ كمان إذا كان محيط خصر الرجل
أكبر تقريبا 102 سنتي، وبالنسبة للنساء أكبر من 88 سنتي. هاي كلها عوامل خطورة بتؤدي إلى ارتفاع اللي هو الكوليسترول في الجسم، وكمان عدم ممارسة الرياضة بانتظام بتؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول في الجسم. هلأ كيف بدورنا إحنا نقلل من نسبة الكوليسترول الضار؟ بتغيير نمط حياة كامل، يعني ممارسة الرياضة من ناحية، إيقاف التدخين هذا بالنسبة للمدخنين، اتباع نظام غذائي صحي بيحتوي على جميع المجموعات الغذائية من خضار من فاكهة، التقليل من تناول اللحوم الحمراء، الإكثار من تناول الأسماك، كل هاي الأشياء بتساعد على تقليل الكوليسترول الضار في الجسم. هلأ في يعني في بعض الأشخاص مع اتباع كل ما ذكرنا وتغيير نمط الحياة قد يقل المستوى، لكن بيضلوا مستوى الكوليسترول الضار مرتفع في أجسامهم، وبالتالي في هيك حالة بتوجب عليهم استشارة الطبيب وأخذ الأدوية اللازمة. هلأ نيجي نتكلم عن الكوليسترول الجيد اللي هو بعرف بالHDL، وسموه الكوليسترول الجيد لأنه بنقل الكوليسترول من الدم للكبد، وبالتالي بدور الكبد بتخلص منه عن طريق الصفراء حتى لا يتراكم في الشرايين، مشان هيك بنقول له الكوليسترول النافع، يعني هو بدوره بيقلل من الكوليسترول السيء في الجسم. هلا كيف احنا نعلي نسبة الكوليسترول النافع في الجسم؟ عن طريق ممارسة الرياضة بشكل منتظم، اتباع نظام غذائي صحي بيحتوي على، هلا حتكلم على النظام الغذائي الصحي. هلا حمية البحر الأبيض المتوسط هي من أفضل الحميات الغذائية اللي بنتبعها لمعالجة كثير من الأمراض، منها السكري، ضغط الدم، أمراض القلب والشرايين وارتفاع الكوليسترول. وليش هي من أفضل الحميات؟ بسبب احتوائها على كميات كبيرة من الخضار والفاكهة اللي بتحتوي على الألياف، وبالتالي بدورها بتقلل من الكوليسترول. وكمان الحبوب الكاملة بسبب احتوائها على القشور والألياف كمان بتقلل من الكوليسترول. الحبوب الكاملة بقصد فيه القمح الكامل، الشوفان، البقوليات، هاي بدورها بتقلل كمان من الكوليسترول الضار. وكمان الأسماك، هلأ بنقول منظمة الصحة العالمية بتوصي بتناول الأسماك تقريبا 2 لـ3 مرات في الأسبوع، وتقليل من اللحوم الحمراء. هلأ اللحوم الحمراء فيها دهون مشبعة اللي هي بتؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول، لكن الأسماك فيها اللي هو الدهون الغير المشبعة والأوميجا 3 اللي بدورها بتقلل من الكوليسترول الضار في الجسم، بالتالي توجب علينا تناولها تقريبا 2 لـ3 مرات في الأسبوع. هلا بالاضافه لزيت الزيتون، الافوكادو، المكسرات، كل هاي بتعمل على رفع الاتش دي ال اللي هو الكوليسترول النافع وتخفيض الكوليسترول الضار في الجسم. هلا كمان بحب اتطرق لمادتين، الاستانول والستيرول. هلا هدول عباره عن دهون نباتيه، مركبات، سوري، هي عباره عن مركبات نباتيه توجد في النبات، وهاي المادة بتساعد على امتصاص الكوليسترول الضار. هلأ في توصيات بتقول إنه استخدام 2 جرام وإضافته إلى النظام الغذائي كفيلة بأنها تخفض الكوليسترول من 5 إلى 15% من التوتال كوليسترول. هلأ حابة أذكر كمان نسب الكوليسترول في الدم. هلأ إحنا باستمرار لازم نشيك على نسب الكوليسترول تقريبا كل 3 لـ6 شهور، نعمل فحص اللي هو ما يسمى بالليبيد بروفايل للإطمئنان إنه مستوى الدهون عندنا في أجسامنا سليم. هلأ الكوليسترول الكلي لازم تكون النسبة أقل عن 200 ميلي جرام لكل ديسيليتر، الكوليسترول السيء يكون أقل عن 120 لـ 130 ميلي جرام بير ديسيليتر، الكوليسترول النافع تكون نسبته أعلى عن 40 ميلي جرام. هلأ زي ما قلنا، ومؤشر كتلة الوزن كل ما كان أعلى وبيميل للسمنة، يعني أكثر من 30 اللي هو VMI بنقول له، هاي مؤشر على ارتفاع الدهون عند الإنسان، بالتالي توجب عليه باستمرار يشيك واتباع نظام غذائي صحي والمحاولة على تخفيض الوزن. وبالتالي مثل ما قلنا كمان محيط الخصر، وخاصة اللي هم اللي عندهم سمنة البطن،
هل أغلبهم بيعانوا من ارتفاع الشحوم داخل الجسم والشحوم المتراكمة على الأعضاء؟ فإذا كانت مثل ما قلنا محيط الخصر بالنسبة للرجال الطبيعي 102، إذا كان أعلى فهم عرضة للإصابة بالكوليسترول، وهذا طبعا الكوليسترول مرتبط بأمراض القلب والشرايين. وعند النساء ما يكون أكثر عن 88 سنتي، إذا كان أعلى هاي علامة ومؤشر على ارتفاع الدهون في الجسم، وبالتالي يجب اتباع زي ما قلنا نظام غذائي صحي وممارسة تمارين رياضية باستمرار حتى نعمل على تخفيض هاي النسبة. ممتاز ممتاز، شكرا لك استاذة هنادي حسني هذه المداخلة بخصوص الكوليسترول الضار والكوليسترول الجيد. شكرا لك، نهارك سعيد. حياك حييك. رح نطلع إن شاء الله فاصل عشان ما أتأخر على الفاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نواصل. صحة وسعادة. صحة وسعادة، ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. طبعا مركز دبي للأمراض الجلدية التابع لهيئة الصحة بدبي يقدم العديد من الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى من خلال نخبة من الأطباء والمختصين في هذا المجال. عشان نتكلم عن بنتكلم إن شاء الله اليوم عن خدمات مركز دبي للأمراض الجلدية، راح تكون معنا عن طريق الهاتف الدكتورة أماني الفلاسي رئيس مركز الأمراض الجلدية بهيئة الصحة بدبي. صباحك ورد دكتورة أماني. مرحبتين، صباح النور. صباح أهلا فيك دكتورة. نتكلم بشكل عام أول شيء الخدمات اللي يقدمها مركز دبي للأمراض الجلدية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مركز الجلدية عندنا في دبي فتح في بداية سنة 2011 يناير 2011، ومن هذه السنة الحمد لله يقدم تقريبا يغطي إمارة دبي والإمارات الشمالية، ويقدم خدمات اللي أغلب المراكز في على مستوى الشرق الأوسط والعالم يقدمها. فالحمد لله مركزنا متخصص في الحالات الشائعة من الأمراض الجلدية والحالات النادرة والحالات اللي يعني بعض الأحيان تحتاج إلى علاجات معينة، وعلى حسب نوع الحالات يعني حسب الفئات العمرية وعلى حسب الحالات اللي تينا. والحمد لله عندنا فريق الحمد لله متخصص وعندهم ذو كفاءة عالية وشهادات عالية المستوى من أوروبا وأمريكا، والحمد لله يعني سمعتنا في على مستوى دبي الحمد لله رائدة، ودليلنا يعني إحنا نشوف في الشهر يعني عدد مرضانا يوصل 4785 شهريا. ما شاء الله. في سنة 2019 يعني وصلنا 57422 مريض الحمد لله رب العالمين. ممتاز. دكتورة أماني، شو الفئات العمرية اللي يخدمها المركز؟ الحمد لله نحن نخدم من اليوم من نشوف يعني من الأطفال من أول من الولادة يحاولون طبعا في هالحالة يكون أكثر حالات الوحمات اللي بعد اللي تطلع مباشرة بعد الولادة أكثر، يعني الحالات تأتينا من في الحالات يعني الصغار الأطفال بعد الولادة يكون هالحالات الوحمات والحساسية التحسس وبعض الأمراض المتخصصة يعني خاصة في هالفئة فئة وبداية الأمراض. نعم. وعندنا بعد نشوف طبعا المراهقين والبالغين والكبار السن. ممتاز. نغطي جميع الفئات العمرية الحمد لله. ممتاز. دكتورة أماني، شو أكثر الحالات شيوعا التي تيكم المركز؟ نحن أغلب الحالات تينا مثل يعني في أغلب يعني الحالات الشائعة في على مستوى العالم، بس نحن في تينا الحالات مثل فئة المراهقين حب الشباب. فينا الصدفية وأكثر الحين نشوف الصدفية والحساسية للإكزيما والتساقط الشعر يكون عندنا في يعني في خاصة في فئة النساء، وبعد بعض الحالات اللي شوي تكون يعني ما يعني موجودة مثل تحسس من بعض الأدوية أو بعض المستحضرات اللي يستعملونها المرضى، فيعني هل أغلب الحالات اللي نستقبلها في المركز. ممتاز. دكتورة ما ذكرتي حب الشباب، طبعا حب الشباب واحد أحد المشاكل اللي وايد لها رواج على وسائل التواصل. صح.
تلاقي وايد في افتاءات. فمن خبرتك في المرضى شو اكثر العلاجات شو يعني يبونها المرضى لكم تشافوه في وسائل التواصل؟ كريم، شاي، شو شايفين في وسائل التواصل؟ صح كذا. هم يعني احنا دائما ننصح مرضى انهم يعني ما يعني ياخذون نصائح من الا من ناس متخصصين، عشان بعض يعني صح بعض الخلطات الشعبيه اللي يستعملونها واللي مثلا تقول يحط في بعض الناس يعني فيها فايده بس بعض الناس تحسهم منها. فنحن نفضل يكون عن طريق واحد متخصص، طبيب متخصص عنده علم بالعلاج الحب الشاب. اكثر شيء يستعملون كريمات موجوده في يعني ماخذينها من مواقع التواصل، يكون حد من يعني مرشحينها من بعض المتابعين اللي عندها المتابعين كثير. ف يعني بس مشكله ان يعني انا يوم يعطوني مثلا يقولوا لي هالكريم استعملناه وفي فايده، ادخل يوم افتح واشوف ما بحاطين شو يحتوي هالكريم، مجرد انه كريم لذات حب الشباب بس مش موضوع مو موجود شو يعني شو المنتج الكريم شو موجود فيه بالضبط. وهذا اللي يسوي صعوبه، لان في البدايه يغشش هالكريم مثل اذا كان كورتيزون يمكن يحسن لها، بعدين يزيد يخلي اذا وقفته يرجع بشده الحب الشباب. عشان شي نحن ننصح احسن يكون عن طريق طبيب متخصص، بيكون خاصه يعني احنا مركز حكومي الحمد لله، واغلب المواطنين ما يعني بدون ما يدفعون اي شيء، فبيكون نصيحه ان شاء الله وافيه وما وراها يعني ما مستفيد الدكتور الا اني صحه المريض وفائدته. ممتاز. دكتوره ماني، هل كريمات اللي يستخدمونها بالعاده اتوقع خصوصا البنات يعني ما ادري عن الشباب اللي يستخدمونها ولا لا، لما تشوفوا النتائج الساحره فجاه حب الشباب صار صافي، شو بالعاده يكون في مكوناته اللي تعطي هالنتائج اللي بعد ما يوقفونه مثل ما يقول يرجع الوجه ادمر عن قبل ما يستخدمون الكريم؟ يكون اكثر في كريمات الكورتيزون ستيرويد، يعني هذا الكورتيزون هو اللي لان هو اللي يعني هو مضاد التهابات، فيخفف التهابات في نفس الوقت ينشط الحب الشباب، يعني يعمل عمل باثر عكسي اول ما يوقفونه ويكون قوي. يعني في درجات الكورتيزون، في درجات خفيفه وفي درجات قويه ومتوسطه وقويه، فهم يعطونهم الاشياء القويه ويخلطونها طبعا باشياء تفتيح مثلا ساعات يكون في ماده الزئبق تكون عاليه بعد. نعم. عشان شيء بعد حتى الزئبق هذا يكون يعني قد يتصل البشره وتدخل داخل الدم يسبب بعد مشاكل ثانيه، مشاكل صحيه اخرى، ممكن يسوي تسمم ايضا من الزئبق وياثر على عمل الكلى بعد. طبعا فهل يعني المفروض ان الواحد يعني ما يخاطب صحته، يعني اغلى شيء عند الانسان صحته، فيعني ما يخاطر عشان والحمد لله متوفر العلاج. يعني ما نقول انه ما متوفر، متوفر. وحد نحن نشرح ان هذا الشيء السرعه مو بقليل ان كفاءه العلاج، يعني سرعه الشيء كفاءه العلاج، المهم يكون العلاج صحيح بالضبط. واحنا دائما ننصح حتى البنات مثلا تلاقين بالعاده البنات اللي يشترون الاشياء اللي تكون مثلا عرسها قريب، عندها حفله قريبه، تتذكر قبل باسبوعين ان عندها عرس او عرسها ونسيت تشتري هالمنتجات، فلازم واحد يروح من قبل ويتابع من البدايه مع الطبيب. صح كلامك. دكتورة أماني، شو التقنيات والأجهزة المتوفرة عندكم في المركز؟ احنا عندنا الحمد لله في جهاز أجهزة الليزر متوفر، أجهزة الليزر وعلاج العلاج الضوئي حق الزهاق والصدفية والإكزيما. الليزر عندنا أجهزة ليزر متخصصة في بعض الوحمات، يعني مثل وحمات كتلة الأطفال يكون عندهم بعض الوحمات، فهذا الجهاز متخصص في علاج الوحمات الدموية. ممتاز. وبعد كنت بعد حق التاتو عندنا بعد جهاز متخصص حق علاج إزالة الوشم، والجهاز حق البشرة اللي عندهم ندب يحسن يعني شكل البشرة، فعلاج الندب بعد من اللي حاصلة من حب الشباب. ممتاز. دكتورة ماني، بخصوص الندب اللي مثلا في بنات كان عندهم حب شباب وصار عندهم حفر في الوجه، شو العلاجات المتوفرة لها؟ في بعضهم يقولك والله في كريم حصلته يقولك يساعد، بس حسب ما نشوف إنه مع الدراسات دائما تقول إنه ما في يعني الندب خصوصا من أصعب الشيء الواحد يعالجه. صح عشان شيء إحنا دائما نحرص إنه يكون وقاية خير من العلاج، دائما إحنا ننصح المرضى ونحاول إنه في وسائل التواصل الاجتماعي ننصح إن أي الحب وحب الشباب لازم يتم تشخيصه من قبل طبيب بحيث إنه يعرف
درجة وحدة هاي الحب الشباب. فإذا كان الحب الشباب بالدرجة اللي يسوي حصار على طول لازم يستجيب للعلاج عن طريق الفم، هذا بيساعد إنه يمنع زيادة دوس الندبات، يمنع يعني ندبات جديدة. أما الندبات اللي حصلت هالجهاز الليزر يساعد بنسبة 50-60% مع استمرار في استعمال بعض الكريمات. نحن دائما يعني نوجه مرضانا أن توقعاتهم لنتائج العلاجات ما تكون عالية، في نفس الوقت ما نقولهم أنه ما في فائدة، لا نحن حصلنا وايد نتائج حلوة مع جهازنا اللي عندنا، بس يبال استمرارية والتزام بالعلاجات اللي الدكتور يعطيها يعني ينصح المريض بها. ممتاز، شكرا لك دكتورة أماني الفلاسي رئيس مركز دبي الأمراض الجلدية، شكرا لك، نهارك سعيد، شكرا علينا وعليك، شكرا لك. طبعا موضوع الجلدية دائما يعني هما موضوعين الأكثر رواجا على وسائل التواصل، الجلدية وتنزيل الوزن، ورقم ثلاثة هي السكري، لكن الجلدية وتنزيل الوزن عليهم يعني تركيز في وسائل التواصل ومنتجات شيء عجيب، يعني تلاقي افتاءات غريبة، أدوية ما تعرف من وين، إلا تقول خلال أسبوعين راحت الحفار، ولا تقول خلال شهر نزلت 15 ما أدري 20 كيلو، يعني تلاقي أشياء مفروض الواحد يعني يفكر بالمنطق، شو هو هذا العلاج اللي أنا بيصفي وجهي من الحفر والندف خلال أسبوعين، شو هو هالشاي أو هالقهوة أو هالكريم أو أيا كان أو هالحبوب إلا بتنزلي وزني اللي أطمح الوزن اللي أنا أوصله في خلال شهر، ما في. وكنا أنا من قريب حضرة مؤتمر كان يقولنا أدوية تنزيل الوزن المصرحة ما تشتغل على لا تكسير دهون ولا حرق دهون ولا تغنيك عن الرياضة، وهذا اللي يروجونه في وسائل التواصل، تشتغل على مراكز الشبع، تقلل مراكز الجوع عفوا، تقلل الإحساس بالجوع فقط، هالمرخصة، شوف المرخصة يعني ما في، فاللي بيعونكم يقولكم والله يكسر الدهون، ما يحتاج رياضة، الدهون يحولها عضلات، وهالكلام كله كلام ليس له أساس من الصحة. احنا رح نطلع ان شاء الله فاصل، تفكرون في الكلام اللي قلت لكم اياه الحين، وبعد الفاصل نكمل صحة وسعادة. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة، للتواصل على 600-551414 وعلى رسائل النصية على 4006. شهر يناير غير انه شهر الانفلونزا والتقلبات الجوية، هو شهر التوعية بمرض الغدد الدرقية، والتي تقوم من خلاله مختلف المؤسسات الصحية بتكثيف جهودها للتوعية بأسباب وأعراض ومضاعفات هذا المرض لدى أفراد المجتمع المحلي. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا يكون معانا عن طريق الهاتف الدكتور علي سعاتي، أخصائي طب الأسرة في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد دكتور علي. شكركم على استضافتي في هذا البرنامج الحلو، وشكر خاص للدكتورة ندى على البرنامج التثقيفي. شكرا لك دكتور. دكتور علي، نتكلم أولا، نعطي الناس فكرة عامة عن أمراض الغدد الدرقية، من الغدد الدرقية من حيث الأسباب وشو أشهر الأمراض. طبعا الغدة الدرقية هي غدة شكلها فراشة في الجانب الأمامي للرقبة. طبعا هي الغدة شنو شغلها؟ هي تنظم عملية الحرق في الجسم، تنظم الحرارة، دقات القلب إلى آخره. عشان الوقت اليوم راح نركز على خمول الغدة الدرقية اللي هي الأكثر انتشاراً. نعم. يعني من ضمن أمراض الغدة. فعندنا هنا في الإمارات حوالي يعني على إحصائيات تكوينها حوالي 5% من السكان يعاني من خمول الغدة. زين. فشنو هي الأعراض لما الغدة تكون فيها خمول؟ أولاً يكون فيها زيادة الوزن. الغير مبرر. ثانيا الإرهاق، عدم تحمل البرد، وممكن يكون في مساك بعد، وجفاف الجلد وتساقط الشعر، وفي النساء طبعا ممكن يكون في خربطة في الدورة الشهرية. زين، فشن هي أسباب الخمول؟ طبعا لها أسباب وايد، بس أهمها يكون مرض الهاشيموتو اللي هو مرض مناعي وله عامل وراثي كمان. هاي هو يعني لما الجسم نفسه يفرز أجسام مضادة اللي هي نسميها TPO، ضد الغدة الدرقية، يعني حاربها. فأسباب ثانية للخمول طبعا هي الجراحة في الغدة، الإشعاع في منطقة الرقبة،
أدوية معينة ونقص اليود. نقص اليود طبعا ما عندنا إياه في منطقة الخليج لأن نحصله من أكل السمك والملح المعزز باليود. فبس يعني الأسباب أكثر واحدة يعني اللي أكثر سبب أن يكون سبب للخمول في الغدة هو طبعا الهاشيموتو. دكتور علي، شو الفئات العمرية الأكثر إصابة بخمول الغدة؟ الفئات العمرية أكثر شيء هو كل ما زاد العمر كل ما زاد معدل الانتشار. زين. وطبعا حتى بعد هو في عند الإناث يكون أكثر من الذكور بثلاث أضعاف. فكل ما الواحد زاد في العمر كل ما زاد المعدل يعني أنه ممكن يصيده الخمول في الغدة. ممتاز. دكتور علي، كيف تنصح أن يتم الكشف المبكر ومنه لازم يسوي الكشف المبكر عن خمول الغدة، خصوصا أنه وايد متعاملين يجون العيادة يقولون وزني مثلا ما قاعد ينقص، يمكن عندي أنا خمول، سووا لي تحليل الغدة ولم نسأل، شفنا ما في حد في العائلة أصلا عنده مشاكل في الغدة، فمنه تنصح أن يسوي الكشف المبكر؟ في أي عمر لازم يسوي الكشف المبكر؟ صحيح، هو طبعا التثقيف عن أعراض الغدة هي أول خطوة في اكتشاف المرض وعلاجه، لأن المريض ممكن ما ينتبه للأعراض وما يراجع الطبيب. زين. فإذا كان في أي أعراض فطبعا الـ AFP اللي هي الهيئة الأمريكية للصحة الأولية طبعا هي ما تنصح أن يعني تشيك الغدة الدرقية للكل. زين. هو يعني تنصح أن تشيكه حق اللي عندهم أعراض. أوكي. فإحنا هنا في الرعاية الصحة الأولية نشخص الخمول بفحص دم بسيط زين اللي هي TSH. فلما المريض إيه مثلاً يقول أنا وزني زايد وفي زيادة غير مبررة، أوكي، فنسوي فحص دم بسيط اسمه TSH. فهذا الهرمون راح يقيس لنا زين مدى خمول أو نشاط الغدة. زين. فهرمون TSH هو مش مقياس هرمون الغدة بل هو مقياس هرمون الطلعة الغدة النخامية في المخ، هي اللي تتحكم في كل شيء. بما معناه هرمون TSH هو منشط للغدة الدرقية، لهذا السبب علاقة TSH بخمول الغدة علاقة عكسية، يعني إذا TSH مرتفع وايد هني يعني يدلنا أن الغدة فيها خمول. فليش؟ لأن يبي يحفز الغدة أن تفرز هرمونات زيادة، فكل ما ارتفعت TSH كل ما ارتفعت حالة الخمول. فبفحص بسيط في العيادات الصحية ممكن إن نعرف يعني إن إذا الشخص عنده خمول أو لا. طبعا الشخص لازم يبين أعراض أول مثل ما قلنا إنه يكون في تساقط شعر، زيادة في الوزن، هربطة في الدورة، وبعدين طبعا الدكتور بيسوي له الفحوصات اللازمة. ممتاز. دكتور علي، هل هناك طرق للوقاية من أمراض الغدة الدرقية؟ طبعا اذا يعني نبي نمنع خمول الغده الدرقيه خصوصا مرض الهاشيموتو مثل ما ذكرت هاي للاسف لا يوجد اي شيء ممكن نفعله. زين. بس المصاب بالخمول ممكن يعيش حياه طبيعيه مع الالتزام في اخذ الدواء واخذه بطريقه صحيحه. السؤال دائما المرضى يسالونه هل الغده ترجع طبيعي؟ نعم، يعني بعد ما يشخصون إيه. بس هو نعم ولا زين، أغلب الأوقات للأسف لا. بس في أحيانا إنه ممكن ترجع، هو ذا الأجسام المضادة مثلا شفنا إنه مرتفعة نسبتها، نسبة رجوع الغدة طبيعي يكون أقل. أوكي. وإذا كان TSH طبعا مرتفع فوق 7 اللي هو الهرمون اللي تفرزه الغدة النخامية، إذا كان مرتفع فوق 7 بعد تقل نسبة رجوع الغدة للطبيعي. ففي أحيانا نعم ممكن أن ترجع طبيعي، بس يعني أغلب الأوقات لا. بس طبعا الرياضة ونقص الوزن يساعد في تنزيل معدل TSH، ما يعالجه بس يساعد في تنزيل TSH. فيعني كمية الأدوية ممكن تخف على المريض إذا كان يسوي رياضة. نعم.
دكتور علي، شو تعطي نصائح عامة للمرضى اللي قاعد يتناولون دواء الغدة بخصوص مثلا التزام، عدم تغيير الجرعات؟ معنا ألاحظ أن مرضانا ما شاء الله اللي عندهم غدة تلاقيهم أشطر منا إحنا، يعني في تنظيم الجرعة، يعرف روحه يزيد وينقص، بس نعطي نصائح عامة بخصوص أدوية الغدة. اي طبعا، هو يعني اولا اول نصيحه للمريض هو راجع طبيبك زين. اذا انت على ادويه وعندك لحين اعراض لازم تراجع الطبيب، تسوي فحص دوري يعني هو كل 3 إلى 6 شهور، واذا كان مثلا في تغيير في جرعه الادويه من طرف الدكتور يفضل ان يعيدون الفحص كل 6 أسابيع طبعا. بس نصيحة مهمة لمصابين الخمول الغدة هو أخذ الدواء بانتظام وبطريقة صحيحة. يعني لازم أولا البطن يكون خالي صح. على الأكل على الأقل 3 ساعات قبل أخذ الحبة، نعم، ونص ساعة بعد أخذها. طبعا في بعد أدوية ممكن تتعارض مع أدوية الغدة، يعني تنقص النسبة في الجسم، نسبة امتصاصها، نعم، زين، اللي هي حبوب الحديد والكالسيوم وحبوب المعدة، فلازم ما ناخذها مع حبوب الغدة. يعني حتى في يعني مثلا دراسات تنصح ان على الاقل 4 ساعات لازم ما ناخذها الحبوب مع حبوب الغدة. وفي فئات معينة يعني بعد نركز على النصيحة لهم، طبعا النساء الحوامل المصابين بالخمول، النساء الحوامل لازم يراجعون طبيبهم من اول الحمل عشان جرعة الحبوب لازم تزيد في الحمل. ليش تزيد؟ لأن طبعا يعني هم جسمهم راح يحتاج أكثر من يعني جرعة أكثر من الطبيعي، فهم راح يغطون جسمين حاليا، نعم. وشيء ثاني بعد، خمول الغدة ممكن يأثر على الجنين طبعا. صحيح. شاكرة لك دكتور علي السعاتي أخصائي طب الأسرة هذه المداخلة بخصوص أمراض الغدة الدرقية. شكرا لك، نهارك سعيد. شكرا لك. شكرا لك. مع السلامة. طبعا مرض الغدة مرض ما بنقول وايد منتشر، لكن نشوف كثير من الحالات عندنا في العيادة، ومثل ما تفضل دكتور علي وقال إنه بالعادة نشوف خمول الغدة الدرقية. يعني أنا على مشواري في الطب، يعني مو وايد طبعا، 5 سنوات، شفت يمكن 4 أو 5 حالات مرت علي ان الغدة فيها نشيطة، بالعادة يكون الغدة فيها خاملة. وما شاء الله ما شاء الله مرضى الغدة الدرقية يستوي عندهم بعد فترة خبرة ان كيف يزيدون وينقصون جرعات حسب الأعراض اللي تكون عندهم. لكن دائما نأكد ونشدد ان يفضل لما الدكتور يعدل لك الجرعة، مثلا انت سويت تحليل ويت عند الطبيب وعدل لك جرعة الغدة، الافضل تكون متابعتك دورية مع الطبيب، لان وما نوقف الدواء من نفسنا. يعني ما انا اصير اقول والله انا نقصت الجرعة شوية جتني الاعراض انا بوقف الدواء ليه ما اشوف الدكتور. شوف الدكتور اولا وبعدين عدل في جرعة الادوية في البيت. من امراض الغدة الدرقية رح ننتقل الى دراستنا. الدراسة تقول، قالت نتائج دراسة جديدة استغرقت 2 عقدين من الزمن، كم العقدين يعني 20 سنة، أن هناك صلة بين النظام الغذائي غير الصحي وبين فقدان البصر في مرحلة لاحقة من العمر. أشارت الدراسة التي أجريت في جامعة بافلو الأمريكية إلى أن منتجات الألبان الغنية بالدهون واللحوم المصنعة والمواد المكررة مثل السكر الأبيض أهم عناصر النظام الغذائي غير الصحي. ونشرت نتائج الدراسة في British Journal of Ophthalmology، يعني هي المجلة البريطانية للعيون، لأمراض العيون، وهي طبعا متخصصة في طب العيون. هالدراسة نشرت في هذه المجلة ودعت توصيات الدراسة إلى تحسين اختيار الأطعمة لحماية البصر في الشيخوخة من الفقدان أو التدهور الشديد. قالت نتائج الدراسة أن الأطعمة المصنعة والمكررة والغنية بالدهون لا ترتبط فقط بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان، وإنما تهدد البصر في مرحلة لاحقة من العمر. طبعا أنا دائما أركز على اللحوم المكررة، منتجات الألبان الغنية بالدهون. طبعا حسب ما يصوم فيه أخصائي التغذية لازم نأخذ منتجات الألبان كاملة الدسم عشان الفيتامين د، بس انا دائما اقول احنا شعب ما يستهلك منتجات الالبان بهذيك الكثره.
طبعا نبتعد عن المنتجات الدبل كريم او دبل دسم، هذا نبتعد عنه، ناخذ الدسم العادي. لكن اللحوم المكرره او اللحوم المصنعه، مثل شو اللحوم المصنعه؟ مثل النقانق، مثل اللانشن، هذه اللي نلاقيها مثل الاسطوانات محطوطه مبرده تكون، هذه لا، يعني تعتبر من أسوأ أنواع اللحوم اللي ممكن إحنا نأكلها أو نستهلكها، لأن يكون معاد تصنيعها وفيها سعرات حرارية عالية جدا جدا. في قصة سويت لي قبل سنتين تقريبا وللحين الناس تذكرها، أن أنا مرة كنت رايحة الحديقة مع عيالي، ويعني أحاول أكل مشاوي معظم الوقت، فما كان في شيء مشاوي غير هذا الشاورما التركي اللي يسمونه دونر. فأنا قلت بما أنه يعني مشوي فأكيد الدهون فيه يعني أكيد قليلة، فأنا شريت وسبحان الله ما أدري شو خلاني أبطل وأسوي سيرش، فاكتشفت أن سندويشة الدونر الوحدة أو الشاورما التركية هاي ممكن يوصل فيها عدد السعرات الحرارية إلى 1000 سعرة حرارية، لأن فيها كمية شحوم عالية ما تبين، أنت تبين لك كأنه لحم مشوي، لما نشوفه تحسه كأنه لحم مشوي، لكن فيها كمية دهون داخل. تخيلون يعني الوضع، طبعا ما أكيد ما أكلت للأسف السندويشة مالتي، لكن يعني استغربت انه ممكن في بعض الاشياء نحن نتوقع ان هي صحيه بما انها مثل ما احنا نقولها مشويه، لكن تكون فيها الدهون والشحم اللي حاطينها بين الطبقات ترى ما تبين. فعشان شيء مهم جدا احنا نتوقع لازم نثقف نفسنا بالفتره فتره، نسال اخصائيين التغذيه، وسالت على طول، طرشت حق اخصائيه التغذيه اسالها، قلت لها هل صحيح ان الدونر فيه تشيتشي؟ قالت لي فعلا هذا وايد فيه سعرات حراريه 800 الى 1000 سعره حراريه في السندويتش الواحده، بسبب ان كميه الدهون، وهذا لحم مصنع معاد تصنيعه، مو مثل المشاوي العاديه. فمهم جدا ان احنا ننتبه لهالاشياء، ودائما نسال ودائما نبحث. وطبعا انا دائما لما يجوني الناس في العياده المرضى يقولوا لي دكتوره زين، احنا مثلا احنا اكلنا معظمها مشاوي، يوم تسالهم تلاقي طعم معظمها دونر، وتلاقي وايد منهم للاسف مع المشاوي مثلا يسوي سندوتش مشاوي يحطون فيها مايونيز ويحطون فيها جبن ويحطون فيها، هذه كلها سعرات حراريه انت قاعد تضيفها. المشاوي كمشاوي اخذتها باعتدال احتمال ما تعطيك السعرات الحراريه كلها، فنحاسب من الاضافات اللي توضع، خصوصا توضع على السلطات. انا وحده طبعي اي مكان اسير اقول لهم خلوا لي الصوص او الصلصه او الدريسنج او تتبيله السلطه على جنب. ليش؟ المطاعم تعمد الى وضع كميه هائله من التتبيله على السلطه عشان يطلع طعمها لذيذ، فدائما حطوا، قولوا حطوا لي على جنب، وحطوا منه كميه بسيطه واخلطوا السلطه عدل، راح تكفيكم، راح تكتشفون تستخدمون نص اذا مو اقل من نص كميه السلطه وكميه التتبيله. وحاسبوا دائما لما التتبيلات اللي يسمونها فينيجريت، اللي نحس احنا نقول مجرد خل، يكون خل وفيه كميه هائله من خل البلسمك، خل البلسمك الاسود، سعرات الخل البلسمك ترى عاليه، فنحاسب جدا جدا كثر ما نقدر، نحاول ان السلطه يكون عليها ليمون وملح فلفل اسود وملعقه زيت زيتون. اما الصلصات الثانيه ثاوزن ايلاند، فينيجريت، سيزر، هذه كلها فيها سعرات حراريه هائله، فحاولوا تحطونها على جنب. اوكي نمر، نمر مو عايبنا كلامي، حطوها على جنب وروحكم ضيفوها، لا تخلوا المطعم يحط عليهم، لا تعرفون ممكن يحط لين كوب دريسنج على السلطه عشان يطلع طعمها زاكي، وانتم تاخذون عقب انتم تتوهقون بالسعرات الحراريه. صح. المهم احنا وصلنا الى ختام حلقه صحه وسعاده اليوم، عشان ما يزعل علي المخرج اليوم متاخر على كل فواصلنا. نشكركم على حسن المتابعه. نشكر نمر في الإخراج، ميرا المري في التنسيق، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملة. إن شاء الله كنا خفاف عليكم على مدى الساعة الإذاعية، إن شاء الله تكونوا استفدتوا مما قدمناه اليوم، وإلى أن ألقاكم إن شاء الله بالحياة باشر، أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.